كل المجتمع المصري بيعاني من تردي المنظومة الصحية على مدى 50 سنة فاتت، إن ما كانش أكتر. أي وزير أو أي مسؤول كان غير قادر على النهوض بالمنظومة الصحية لعدم وجود قانون وملاءة مالية تساعده في هذا الموضوع أو في النهوض بالمنظومة الصحية. أنا بقول عدم وجود قانون وعدم ملاءة. عدم وجود قانون لأن النهاردة قانون التأمين الصحي الموجود ده عمل لأول مرة في مصر ما يسمى باسم الهيئات الثلاثة. هيئة تقوم بجمع الاشتراكات وما سميت باسم هيئة التمويل، وهذه الهيئة النهاردة بالملاءة المالية تستطيع أن يقوم الصرف على المنظومة الصحية. أنا هقف عند النقطة دي في الأول وهتكلم وهقول إن أنا النهاردة لما يكون في هذا العام عام 2017 ما يصرف على علاج المواطن مش موازنة وزارة الصحة، أنا بتكلم موازنة وزارة الصحة بتشمل حاجات كتير جدا، بتشمل مرتبات وبتشمل أدوية، حاجات كثيرة جدا، لكن ما يصرف على المريض من العلاج لا يتعدى 10 مليار. 10 مليار على 100 مليون يعني نصيب الفرد 100 جنيه في السنة. 100 جنيه في السنة نعالج بيه مريض ونقدم خدمة صحية. أي وزير صحة أو أي حكومة إزاي تقدر إنها تعالج مريض ب100 جنيه في السنة؟ فكان لابد أن يكون النظام آخر زي كل النظم العالمية في تغيير هذا النمط، ويبقى في ملاءة مالية بحيث أن أنا أقدر أقدم خدمة صحية لأول مرة للمريض بما يتفق مع الوضع الصحي الحقيقي. الهيئة الثانية هي هيئة تقديم الرعاية الصحية اللي هي المستشفيات والوحدات، وأنا حسيبها ديت وأخش على الهيئة الثالثة اللي هي أول مرة تتكون برضو في مصر اللي هي هيئة الاعتماد والرقابة والجودة. أنا ما ينفعش أن أنا أقدم منظومة صحية بجودة سيئة. التأمين الصحي كان موجود بشكل أو بآخر في مصر وكل الناس كانت بتشتكي منه، لكن ما كانش عنده فيه لا ملاءة مالية ولا رقابة على الخدمة. هو نفسه اللي بيقدم الخدمة هو اللي بيراقب على نفسه، وده ما ينفعش. فلأول مرة هيبقى فيه هيئة ثالثة تعتمد المؤسسات الصحية من مستشفيات ووحدات، وعشان تعتمدها لازم تكون واخدة ما يسمى باسم الاعتماد الأساسي أو الفاونديشن ليفل للاعتماد، ودي بتساوي 750 معيار جودة لابد أن يتحقق في هذه الهيئة أو المؤسسة الصحية. عند تحققها تدخل في المنظومة الصحية بحق. العاملين في المنظومة الصحية طبيب، صيدلي، ممرضة، طبيب علاج طبيعي، طبيب أسنان، كل هؤلاء لابد أن يتم اعتمادهم من هذه الهيئة، وده بيؤدي إلى جودة القوى البشرية اللي بتقدم الخدمات الصحية ولضمان جودة القوى البشرية. النهاردة احنا بنقول التعليم للأطباء، احنا بنخرج الأطباء عندهم الأساس من التعليم الطبي، ولكن التخصص وجودة التخصص دي في التعليم المستمر، ده مش هيتوفر إلا من خلال هذه الهيئة اللي هي الهيئة الثالثة اللي هي هيئة الرقابة والاعتماد، ودي اللي احنا بيها بنقول بنكفل مش خدمة صحية، لا جودة خدمة صحية. دي تاني حاجة. هيئة الثالثة اللي هي هيئة الرعاية الصحية اللي بتقدم الرعاية الصحية، أنا هقف برضو في دي في نقطة واحدة، ما هي حجر الزاوية فيها؟ حجر الزاوية فيها هي وحدة الرعاية الصحية الأولية اللي هي البرايمر هيلث كير. الخدمات الصحية أو الطبية بتقدم على 3 مستويات. المستوى الأول اللي احنا بنسميه البرايمري أو الأولي ده بيقدم في الوحدة. المستوى الثاني في المستشفيات اللي بتقدم الخدمات الثنائية. زي ايه؟ زي يعني مثلا لو بدي مثال، رعاية الأم وهي حامل في المستوى الأول لكن الولادة في المستوى الثاني. لو لا سمح الله حصل في أورام في النساء والولادة يبقى المستوى الثالث اللي هو أعلى مستوى.
تقسيم الخدمة الصحية إلى 3 مستويات هيتم تفعيله فعلا، وهتبقى الوحدة الصحية هي البداية. القانون ده بيعتمد على التأمين الصحي للأسرة وليس الفرد، وعلى هذا الأساس سوف يتم توزيع الأسر على الوحدات بالاسم. يعني أسرة فلان هتبقى على الوحدة الفلانية، والطبيب الأسرة بتاعها هو فلان، وده شغلنا اللي هنشتغل فيه. ده فكر جديد في الصحة في مصر، ما كانش موجود. فيش حاجة اسمها ان انا ماليش طبيب أسرة مسؤول عني وعندي الملف الطبي بتاعي من يوم ما اتولد، وهذا الطبيب بروح له، ولو لقى ان هو مش قادر يقدم لي الخدمة الصحية بيحولني يا اما للمستوى الثاني يا اما للمستوى الثالث من الخدمة الصحية. الحاجة اللي احنا عايزين نقولها برضو في الوحدة، الوحدات دي هي كلها لابد ان يكون فيها الاتي: طبيب الاسرة، وده حاصل على شهادة زمالة الفاميلي ميدسن او طب الاسرة، طبيب اطفال مع شهادة زمالة او ماجستير في الاطفال، جراحة عامة زمالة او ماجستير جراحة عامة، بطن عامة زمالة او ماجستير بطن عامة، معمل برضو بنفس الحكاية زمالة او ماجستير، فني اشعة، فني معمل، كل هؤلاء هيكونوا موجودين في نواة هذا، بالإضافة إلى طبيب الطوارئ حاصل على زمالة في الطوارئ، أو يبقى معانا حد جراحة عظام موجود بداله. كل دول هيبقوا موجودين لأول مرة بهذا المستوى من التعليم الطبي ومن الكفاءة والاعتماد من هيئة الاعتماد جوه الوحدة اللي كانت زمان ما بتقدمش خدمة صحية جيدة. هؤلاء الأطباء وهؤلاء الفنيين هيقعدوا في هذه الوحدة مع الملاءة المالية اللي موجودة، هيبقى التقييم المالي ليهم بيختلف، بمعنى المرتبات والعوائد اللي هياخدوها هتبقى أعلى بكثير بما تعطي لهؤلاء الأطباء الاكتفاء أو الساتسفاكشن أو الرضا المالي والاجتماعي، عشان تبقى المنظومة صحيحة. دي هي أساس الفكرة. كل مصري، كل مصري على أرض مصر سوف يشترك في هذه المنظومة. كل الناس، الدخول لهذه الوحدة هيبقى بالرقم القومي وبالفينجر برينتس اللي هي بالبصمة الإصبع. احنا اشتغلنا فعلا في وزارة الصحة ومجهزين نفسنا، احنا بقالنا سنة او اكتر من سنة بنعد لهذا اليوم. عملنا فكرة عن تسعيرة الخدمات الطبية بشكل جديد عندنا، اللائحة التنفيذية جزء كبير جدا منها مشينا فيها، وان شاء الله هنخلصها بما يتوافق مع القانون بعد ما تم اقراره من مجلس النواب. جهزنا المحافظات، لان احنا عارفين ان احنا او سمعتوا ان احنا هنمشي على 6 مراحل، 6 مراحل ديت في تنفيذ هذا القانون على مستوى مصر. كل مرحلة بيكون فيها عدد من المحافظات، هنبتدي فعلا في محافظة بورسعيد زي ما قلنا. المحافظات اللي في المرحلة الأولى بتشمل بورسعيد واسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، أول محافظة هي بورسعيد. احنا بقالنا شهور بنعد وحنكمل، وعندنا برنامج وخطة واضحة من محافظة لمحافظة. المدد الزمنية لم تحدد في هذا القانون، لان احنا بنتوقع ان احنا نقلل المدة زي ما قال معالي وزير المالية في مجلس النواب. احنا ما حطيناش مدة محددة، بنقول في خلال 15 عام، لكن ممكن يكون اسرع من كده بكتير اذا البايلوت ستادي او الدراسة الاولية في محافظة بورسعيد نجحت بشكل جيد، هنجري لمحافظات اخرى، وده هو توجه وزارة الصحة. الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نوصل لهذا اليوم في تاريخ مصر. وقبل ما انهي كلمتي مرة تانية وتالتة، زي ما بديت بتوجيه الشكر، وهذا حق علينا
لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيدعمنا. أنا كنت بقعد معاه، أنا ومعالي وزير المالية بيقعد معانا بشكل دوري، وأنا بقول قدام الناس كلها أنا وزير صحة، أنا مش وزير مالية، ولا أنا وزير خارجية، ولا أنا وزير دفاع، ولا وزير داخلية. أنا أول مرة أشوف رئيس جمهورية بيقعد مع وزير صحة في تاريخ مصر بشكل دوري، كل شهرين أو كل شهر يتابعني ويتابع ملفات الوزارة الخدمية الأولى في الحكومة ألا وزارة الصحة. ودي أول مرة بتحصل، زي ما بيقعد مع وزير التربية والتعليم، زي ما بيقعد معانا، ومش بس بيقعد معانا وبيدعمنا ودعم شديد، ولولا هذا الدعم ما كانش هيطلع القانون ده، وأنا بأصر على هذا وعشتها أنا وزير المالية. السيد المهندس المحترم رئيس وزراء مصر مهندس شريف إسماعيل، كل الاحترام وكل الإجلال لما وقف به معنا ومعي أنا شخصيا ومع الوزير ومع هذه الحكومة، متابعة كل أسبوعين في اللقاءات خارج مجلس الوزراء، ومتابعة مع الدراسة الإكتوارية معنا كلنا الفريق اللي قاعد ده. وأخيرا شكر واجب لوزير المالية سيد عمرو الجرحي، اللي ما لو ما كانش في تعاون من المالية مع الصحة ما كانش هيطلع القانون ده برضو، واللي تابع تاريخ تطور ظهور هذا القانون كان دايما بيلاقي ان وزير الصحة بيصطدم بوزير المالية اللي بيوقف هذا القانون. هذا الرجل هو اول وزير مالية يدفع قانون التأمين الصحي، وانا بقوله وهو قاعد جنبي. الدكتور محمد معيط، الرجل المحترم اللي كان حلم حياته هو هذا القانون. انا جيت سنة 2015، الرجل ده بيحلم بالحلم ده مش عارف من 2007 و 2006 وبيسعى اليه. الهمام الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، اللي كان بيقعد معايا يوميا على مدار سنتين عشان القانون ده يطلع. الشابة المحترمة الصغيرة في السن مي من وزارة المالية اللي حضرت معانا كل الدراسة الإكتوارية، أول مرة قعدت معانا كان في ديسمبر 2015، زي هي نسيت أنا ما نسيتش. شابة صغيرة وقفت معانا في الدراسة الإكتوارية كل الدراسة الإلكتورية في مخها وبتتابع معانا وبجهد وبصمت. ده الجيل الجديد، ده الشباب اللي الست الرئيس بيقول عليه، وربنا يدي للبلد دي الخير. ولمن يأتي بعدي احنا حطينا القاعدة يشتغل عليها كل وزير صحة وكل مسؤول عن الصحة في مصر على أساس جيد. وفعلا أنا بقولها، فلتحيا هذه البلد، تحيا مصر.